بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول شرح على المكنه البلوتا. في كابل هيجاب لك كابل البيانات، ممكن يكون مقطوع زي ما هو مقطوع اهو. ها تتاكد ترفع الغطا ده وتشوفه الكابل اللي بيرمي بيانات ده، خلاف الشرح اللي في المدونه اللي هو بتاع المكسيم، والتاكد من ان الكابل بتاع الداتا اهو، كابل الداتا سليم اللي واصل بين الكمبيوتر والجهاز والبلوتر. يلا كده استنونا في شرح أطول وأحدث وأجمل على مكنة خلاف دي. مع تحياتي.